فكنا نبني 3 بلس 6 بلس 3 فيز كنترول ريكتيفاير. استعملنا هون 6 SCRs وشغلنا السيستم. كان عندنا مشكله طلع معنا مشكله غلط. السبب الخطا كان انه السينكرونايز 6 بلس جنريتر كان المفروض نغير الفريكونسي، لانه لازم تكون الفريكونسي تبعت ال 6 بلس جنريتر هي نفس الفريكونسي تبعت السبلاي هون، كانت 60 هرتز انا غيرتها ل 50 هرتز. وفي شغله ثانيه عشان يبدا الريكتيفاير يشتغل في شيء اسمه دبل بلسنج، بعطي 2 بلسنج بضيف بلس اضافيه حتى يبدا الريكتيفاير. فانا هلا شغلت كمان الدبل بلسنج من هون. خلينا الان نطلع نتاكد اول شيء انه بيطلع معنا بشكل صحيح الاوتبوت، فراح نعمل رن. واحنا حاطين هلا هون قديش حاطين الفايرنج لاين؟ حاطينها صفر يعني ما في عندنا ديلي، فكانه هذا انكنترولد ريكتيفاير. فزي ما انتم شايفين خلينا اول شيء طبعا هون في عندي ترانزيت في البدايه، بس هي هون وصل ستيدي ستيت المفروض يعطيني 6 بلسز. هلا اول شيء خلينا نتاكد انه عندي 6 بلسز. الفريكونسي 50 هرتز معناها البيريد هذه بيريد، فهذه عباره عن 20 ملي سكند، فالمفروض خلال فتره ال 20 ملي سكند هاي كم بلس يطلع لي هون؟ 6 بلسز. خلينا نتاكد منها، راح اعمل زوم على الاكس اكسس، راح اخذ زوم من هون لهون. هلا اذا بنطلع هون هي عندي 0.02 هي عندي 0.04، فمن الفتره هاي لهون عندي هي نص 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6، فعندي 6 بلسز. كل وحده من هذول عمالها بتقعد لمده 60 ديجريز، عمالها بتقعد هون لمده 60 درجه، فكلهم راح يكون لمده 360 درجه. خلينا كمان نتاكد انه البيك هذا صحيح. هذا البيك تبع مين راح يكون؟ الاوتبوت اللي بيطلع معي هو اي ويف 4. يعني مين اللي بيدخل عندي، الفيز ولا اللاين اللي بيطلع؟ اللاين فولتج. اذا هذا لازم يكون البيك تبع اللاين فولتج. خلينا نتاكد انه هذا صحيح. حد يطول الاله الحاسبه عشان نتاكد. راح نيجي نطلع اول شيء هون هذا الفيز فولتج. فالفيز فولتج هون البيك تبعه لانه سينوسويدال سيجنال 339. هلا اذا بدي احول من فيز للاين ايش بضرب؟ جذر الثلاث حتى احول من فيز فولتج للاين فولتج. هلا هذا بيك وانا عمالي بفتش على بيك، فخلص بس بضرب هذا الرقم. ف 339 في جذر الثلاث قديش بعطيني؟ 587. خلينا نتاكد انه هذا صحيح انه فعلا 587 هون. فلما باجي لو جيت اعمل الان او لا خليني اعملها تسكيل، راح اعملها زوم بهون. فهذا هون البيك قديش؟ هي تقريبا 500 و500 تقريبا 85 86 تقريبا. هلا هو طبعا هاي الويف فورم مش ما عم تعطيني كونتينوس، المفروض اذا بدي احسن الويف فورم بدي احسن السامبلينج تايم. حتى احسن السامبلينج تايم شوفوا ايش بقدر اعمل، بقدر احول هاي لسامبلينج تايم، هذا بالاوسيلوسكوب. خلينا اعملها هون 1 اي تو ذا ماينس 6 1 مايكرو سكند. فهون عم بطلب من الاوسيلوسكوب يعمل سامبلينج على 1 مايكرو سكند، برضه بعمل رن مره ثانيه. طبعا راح ياخذ وقت اكثر لانه انا عم بطلب هلا 1 مليون سامبلز بير سكند. اذا طلعنا هلا اذا عملنا زوم هون لاحظوا شكل الويف فورم ارتب لما عدد اكبر من السامبلز، بس القيمه اقل شوي من 587. يمكن يكون في خطا بسيط في الارقام او في التحويل من هون. اذا هي عندي صار هذا هون اشتغل طبعا على ريزيستيف لود. ايش الكرنت اللي راح يمر هلا في هذا اللود؟ راح يكون شكله زي شكل مش سانسورد، راح يكون شكله زي شكل الفولتج ويف فورم اللي طلع. يعني مثلا لو احنا هون هاي ار حطيناها فرضا خلينا نقول حنحطها 5 عشان تكون قريبه من القيمه هذيك، فراح يكون او خلينا نحطها 2 عشان تكون قريبه من القيمه هذيك. اذا هذه 2 اوم. فلو اجيت الان ركبت كرنت ميجرمنت، روح اللايبرري، خلينا نجيب اللايبرري براوزر وراح اركب كرنت ميجرمنت ديفايس هون. راح نروح سم باور سيستمز واروح على الميجرمنت، والميجرمنت راح ناخذ كرنت ميجرمنت واحطه هون. افتح هذا الخط راح يصير عندي هلا هون هاي الكرنت، كملت
واللي راح اعمله الان راح اخذ الاوسيلوسكوب، خليني ارفعه هون واحط المالتيبلكسر. فمن اللايبرري براوزر راح نجيب مالتيبلكسر ماكس. هذاك بس كريتر، انا راح اخذ هلا مالتيبلكسر، في اختلاف بسيط بينهم. إذا هون راح آخذ واحد منهم راح يكون الفولتج، والثاني راح يكون الكارت. إذا هلا بقدر أشوف شكل، لأنه ريزيستيف لود راح يكون شكل الفولتج هو نفس شكل الكارت. هلا واضح هون انه الشكل متشابه تماما، ليش هذا نص هذا؟ لانه قسمنا على ار، وار قديش قيمته بالحاله هاي؟ 2 2 فقسمنا الفولتج فاعطاني هذا الكرت، شكل هاي الويف فورم بالضبط تماما هو شكل هاي الويف فورم نفسها من هون. هلا اللي راح نعمله راح نبدا نحط اندكتيف لود. هلا المفروض اذا الاندكتيف صار هيفلي اندكتيف ايش يصير الكرت؟ دي سي ليفل دي سي. يعني هذا بقدر اقول عنه في ناس ممكن يسموا هذا الكرت يسموه دي سي، لكن هو في ايش؟ ريبل. تمام، اذا هو هذا دي سي مع ريبل. هلا اذا حطيت هيفلي اندكتيف لود راح الاقي انه الكرنت بصير ليفل دي سي. خلينا نحول هذه الار ال ونكبس هون ار ال. هلا هون خلينا نكبر الاندكتنس، راح نحطها مثلا، خلينا نحطها 500 ملي هنري. 500 ملي هنري اوميجا ال قديش راح تصير هون؟ قديش اوميجا على فكره هون؟ هذا سؤال مهم بده تفكير، قديش اوميجا؟ او قديش اف؟ قديش اف؟ الفريكونسي 50، بس 50 وين هذا؟ هون هذا هون قديش قديش الفريكونسي صح؟ 50 لا انت لا 200 الفريكونسي هون لهذول السيجنالز قديش؟ الفاندمنتال فريكونسي 1 جيجا لا ليش؟ ليش 1؟ 50 ضرب 6 احسن، 50 ضرب 6 لانه هذه صارت 6 بلس، فكل سايكل كم بلس عماله بعطيني؟ 6، فالفاندمنتال فريكونسي تبعت هاي صارت 300. فلما بدي احسب اوميجا ان شو صفت اوميجا؟ صارت 300 في 2 باي. طيب هلا ما دام حطينا هون، هلا حطينا هذه صارت طبعا ار ال، خليني اسميها ار ال اللود اللي هون. خلينا نشوف قديش القيمه، انا حطيت 500 ملي هنري اللي هي كبيره تعتبر طبعا، لانه بدك تضرب لسه 500 ملي هنري بدك تضربها في 300 في 2 باي. فقيمتها كامبيدنس او كرياكتنس اكبر بكثير من 2. احسب لي قديش ال 500 ملي هنري. 500 ملي هنري اللي هي 0.5 يعني 0.5 بدنا نضربها، يعني اوميجا ال الان بتساوي 2 باي في 300 لان هاي 300 هرتز 6 بلس و ال 0.5 هنري. قديش تطلع معك؟ تقريبا 900 9400 و414 تقريبا 9400. هاي ايش راح تكون؟ هذه اكس ال اللي هي وحدتها هون اكبر بكثير من الاثنين. المفروض اذا شغلنا مضبوط يطلع تقريبا الكرت كوستي. خلينا نتاكد نشوف، نعمل رن مره ثانيه. المشكلة طبعا اذا باخذ قديش؟ 900 مش 9000. تقريبا 9000. المشكلة انه كبرنا التايم كونستنت صار كبير، فالتايم كونستنت صار كبير صار بده وقت حتى يوصل ستيدي ستيت فاليو تبعه. انا شوف اذا بقدر ازيد الوقت شوي، نعملها مثلا 1 سكند ونعمل رن. قديش الفاليو النهائي اللي بده يوصله الكرنت رح يكون؟ كيف بحسب الكرنت هون هلا لما تكون هيفلي اندكتيف لود قديش بكون الافرج كرنت؟ التوتال والفي على لا انتبه هلا انتبه هون عندي صار دي سي هيفلي اندكتيف لود يعني في على ار في على ار تمام بكون عندي هلا الكرنت راح يطلع معنا راح اكثر من قيمه في على ار بس انا مضطر امشي لفتره اكثر حتى يوصل ستيدي ستيت يبين. طب بصير مش لازم نطلع الار والال على اساس نعمل
20 عشان طلع قيمه الاي. انت لو انه عندي السبلاي اي سي كلامك صحيح. يعني لو اني اعطيتك اي سي سيركت زي هيك، لو جيت قلت لك هي اي سي سيركت، هي اي سي سورس، واعطيتك ار، هاي هون كيف بدك تحسب الكرنت؟ الكرنت هون ايش بالحاله هاي؟ بس اي سي ولا دي سي؟ اي سي. اي سي هون الكرنت. كيف بدي احسبه؟ بدي احسب هاي كزد. زد بتساوي ار زائد جي اوميجا ال. بحسبهم بحولها لزد مع زاويه، بقسم في على زد بعطيني الكرنت والزاويه بتصير ماينس الزاويه، مش هيك؟ هذه اي سي سيركت. هون اختلف الوضع عندي، هون ايش الوضع؟ دي سي. انا هون عم بطلع دي سي. هلا لما بوصل دي سي هذا بطل له قيمه الاندكتر بعد ستيدي ستيت، بعد ما يخلص الترانزيت ويوصل ستيدي ستيت هذا بطل له قيمه، بصير الفولتج هون على ار، والريبل عم بضيع بالامبيدنس، الامبيدنس عم بتضيع الريبل، الريبل هذا مش قادر يمرر باي كرنت. هي تقريبا وصل ستيدي ستيت، شايفين؟ قديش القيمه اللي بوصلها؟ بتكون تقريبا 587 على على 2 مظبوط. قديش 587 على 2؟ بكون حوالي 280 مش هيك؟ 293. هي شايف وهي القيمة هون اللي عمالة بوصلها. هل هذا دي سي؟ نعم. الربل خفيف جدا فيه، اطلع عليه. أنا حاول اطلع عليه، اعمل زوم إن عليه، خلينا نعمل زوم إن. شايف ولا حتى مبين فيه ربل. السبب إنه اللود ايش؟ هيفلي انتقل. ماشي واضحة هاي الفكرة؟ شو قلنا الكرنت باللحظة هاي راح يكون؟ الكرنت هون دي سي، الكرنت اللي راح يجي من السورس ايش حكينا شكله؟ راح يصير سكوير ويف وفي فترات فيها زيرو مش هيك؟ حاول نعم. لو زودت الار بصير في تمام، إذا الار كانت صغيرة ما راح يكون يعني صح كلامك، خلينا نجرب نشوف اللي حكى عنه اللي بيحكي عنه أنس. خليني أخلي ار وأوميجا ال تقريبا متساويين. ما بده يكون هيفلي اندكتيف لود، رح يضل في ريبل مش هيك؟ خلينا ننزلها ل 5، 5 ملي هنري، يعني قسمتها ب على قسمتها على 100، او حتى خليها نص ملي هنري. هي نص ملي هنري. الزاويه خلينا نحاول تكون الزاويه 45، كيف بدها تكون الزاويه 45 تبعت اللود؟ بده يكون ار بيساوي اكس ال مضبوط؟ كيف اكس ال بده يساوي 2؟ خلينا نحسب قيمه ال اللي بتخلي الزاويه 45 درجه. حتى تكون الزاويه 45 درجه بده يكون عندي اوميجا ال على ار بساوي 1، يعني ار بدها تساوي اوميجا ال كماجنتيود، هاي بتساوي 2، هاي بدها تساوي 2 في باي في 300 في ال، اذا ال بدها تساوي 2 على 2 باي في 300، اذا 1 على باي في 300 قديش؟ او 1 على باي على 300 1.06 10 سنتر. اذا 1.6 ملي هنري مضبوط؟ خلينا نحطها 1.6 ملي هنري. اذا هلا هون هذا مش هيفلي اندكتيف لود مضبوط؟ لانه تقريبا الزاويه 45 درجه تبعت الار وال ال، خلينا نشوف هون ايش بصير الكرنت وضعه. ليش ما بدي؟ انا حاطط فاصل بدل ما اي 1.6 ها؟ بنعمل هون رن اوتوسكيل. هي الريبل واضح يا انس ها؟ مبين انه في ريبل، حتى كانه الريبل ما ضايع منه شيء تقريبا، يعني خفيف جدا التخفيف من الريبل. هلا بنشوف كل ما زادت ال رح يختفي الريبل اكثر، كل ما زادت ال رح يختفي الريبل اكثر. احنا عشان الحل لما حلينا، شفتوا المساله اللي حليناها قعدنا عليها حوالي اربع فيديوهات حضرتين تقريبا، افترضنا انه ال هيفلي اندكتيف حتطلع عندي دي سي. هلا في الواقع يمكن ما يكون هذا، بس هذا تقريبا بقدر اعتبره صار قريب من الدي سي، يعني الريبل اللي فيه خفيف. هلا شوف لما نعمل اوتو سكيل هلا ببين، هي اوتو سكيل، هي الزيرو، شايف الزيرو وين؟ شايف الكرنت وين؟ هذا تقريبا يعني بنقدر نعتبره دي سي، في ريبل هو، نعمل زوم عليه ونشوف. لاحظ اطلع الشكل مش بالضبط زي الفولتج مضبوط؟ ايش شكله صار تقريبا؟ صاير كانه هو دي سي ومركب عليه
شويه دايركس شويه ساينسويد. قديش الفريكونسي تبعت هذا الساينسويد؟ 300 هرتز. الفريكونسي تبعت هذا الساينسويد 300 هرتز مش 50 هرتز. من وين اجت السته؟ هذا 6 بلس. اوكي ماشي واضح. اخر شيء خلينا نطلع نتاكد انه فعلا الكرنت هون بيقترب من امتى؟ الكرنت هون بيقترب من سكوير ويف لما يكون اللود هون هيفلي اندكتيف. انا حرجع هاي القيمه للقيمه اللي كانت موجوده اللي هي 500 ملي هنري. هي قيمه كبيره طبعا بس انا بدي عشان افرجي الفكره انه لما حسبنا الهارمونكس على اي اساس حسبناها؟ حسبنا الهارمونكس على اساس انه الكرنت ويف فورم اللي بتمشي هون ايش كانت؟ سكوير ويف او سيمي سكوير ويف. هي سيمي سكوير ويف او سودو سكوير ويف لانه فيها فترات ايش؟ زيرو. يكون في فترات هاي ام او بوزيتيف، فترات زيرو بعدين فترات ماينس ام. حتى اعمل هيك راح اخذ الان كرنت ميجرمنت، فراح ناخذ هذا والكرنت ميجرمنت هاي راح اسحبها هون. هي ناخذ هاي الكرنت ميجرمنت راح احطها هلا هون ان سيريز مع ار. حتى احطها ان سيريز مع ار خليني انزل ار واس وتي لتحت، احاول انزلهم لتحت اذا بزبط. نسحب هاي لتحت، نسحب هاي لتحت. اوكي هلا راح نفتح الخط هذا، خليني الف هذه او لا احنا بنحطها فوق. انزل هاي لتحت، انزل هاي لتحت. هلا راح احاول احط هاي الكرنت ميجرمنت هون، حتى احطها هون بدي الفها 90 درجة، خليني الفها كاونتر كلوك وايز 90 درجة. بعدين راح احاول احطها هون بدون ما اقطع الخط اذا بظبط ناظر. في هل هاي جاهزة؟ هلا هاي بدنا نحطها مع اوسيلوسكوب، خليني احاول اسحبها. إذا بدك تحدد المسار تبع الخط هذا بتعرف شو بتقدر تعمل، زي هيك زي ما أنا عم بعمل هلا. تسحب شوي وشوي وشوي، خلص النقاط بتتثبت. إذا حاولت تسحبها سحب واحدة راح يلاقي طريق يمكن يكون مزعج. طريق مزعج. هلا بنسحب هذه هون، هلا بدنا نلاقي بدنا نحط شانل جديد على الاوسيلوسكوب، فراح أزيد المالتيبلكسر هاي لثلاثة. هي جاهز الكرنت هلا. هذا مش الكرنت تبع اللود، هذا الكرنت تبع السورس او السبلاي. اذا خلينا نعمل رن. المفروض اذا شغلنا مضبوط وهو هيفلي اندكتيف لود وتقريبا دي سي، المفروض يكون شكل هذا الكرنت سكوير ويف او سودو سكوير ويف بسموها احيانا، لان هي مش سكوير ويف زي هيك. لو انها سكوير ويف زي هيك هاي سكوير ويف، بس هي شكلها راح يطلع 120 درجة 60، 120 درجة 60، 120 درجة هاي 60 0، 120 درجة نيجاتيف 60 0. هاي اللي هي من 6 بلس ريكتيفاير، وهاي منها طلعنا الهارمونكس مش هيك؟ والهارمونكس قلنا ايش راح يكونوا؟ اي ايش كيف راح احسبهم؟ ام بي بلس ماينس 1 راح يطلعوا 6 ناقص 1 5 زائد 1 7 12 ناقص 1 11 زائد 1 13 وهكذا. خلينا نطلع هلا على هاي. هي تقريبا شكلها واضح سكوير ويف مضبوط، ولاحظوا البيك تبعها وين؟ هي نفس الكرت. طب وهذا اللي تحت هو عن طريق الريكتيفاير بصير فوق مش هيك؟ مش الريكتيفاير هو اللي بخلي وهون اذا بتطلع هون خليني اعمل زوم باستعمال الاكس اكس تول في زيروز، في زيروز هي زيروز واضحه. يعني حلو الواحد يشوف انه شو الكلام اللي بنحكيه مزبوط مزبوط. هي 120 درجه 60 درجه 120 درجه 60 درجه. هاي يعني شوف شركه كهرباء ايش زودتني، ايش الفولتج اللي زودتني فيه، شو كان شكله من هون؟ ساينسويدل
بس هون لما جيت سحبت الكرنت، شو شكل الكرنت؟ سكوير. سكوير او سودو سكوير. اذا هاي مشكله الهارمونكس، وهذا هون انا سحبت الان هارمونيك كرنتس. هلا هاي اذا حللتها بالفورير سيريز راح يطلع معي 1 على 5 خامس، 1 على 5 سابع، 1 على 7 العادل 11، 1 على 11 13، 1 على 13 وهكذا. هذا كله مبين من هون، هي سكوير ويف واضحه تماما مبين، والبيك تبعها هو نفس البيك تبع الكرنت. كيف حسبنا احنا هذا الكرنت هون؟ شو قسمنا؟ قسمنا الافرج تبع في، الافرج تبع في هذا. رح نعمل شغله اخيره الان، راح احط افرج واقيس الافرج فولتج. متذكرين شو كانت الفورمولا تبعت الافرج فولتج؟ كانت 3 جذر 3 على باي، مش هيك؟ في في ماكس في كوساين الفا. هلا الفا في الحاله هي هلا زيرو، لاحظوا هي هلا زيرو، هي ال 60 هي المينيمم ما بقدر انزل عنها. هي الفا فارنج انجل الفا بالمون. طيب اذا شوفوا ايش راح اعمل الان، راح اجيب من السيم باور سيستمز راح اجيب جهاز يحسب الافرج، اللي هو كمان بجيبه من الباور سيستمز، سيم باور سيستمز، واظن انه موجود في الميجرمنتس او الاكسترا ميجرمنتس، اكسترا ميجرمنتس اكسترا لايبرري في عندي ميجرمنتس. ومن هون بامكانك تطلع المين فاليو. المين ايش معناه؟ هو كلمه ثانيه لايش؟ الافرج. اذا هون شوفوا شو راح نعمل، راح احط هذا هون، راح اخذ هلا انا هون هذا ميجرمنت ديفايس، ما بقدر اشبكه مباشره على الفولتج، ايش لازم اكون حاطط قبله؟ يكون في فولتج ميجرمنت قبله. ها هذا هون لاحظين هاي شكلها، كيف شكلها من هون؟ شكلها زي السهم، هاي سيجنال مش باور. اذا وين بدي اشبكها؟ اذا باخذ من هون، خليني احطها هون، خلينا نخليها هون، نسحب من هون، هاي مش هاي هي السيجنال اللي بتمثل الفولتج، الاوتبوت فولتج تبع السبلاي تبع اللود عفوا. والاوتبوت راح احط هون ديسبلاي، ما بدي اوسيلوسكوب، خلص بحط ديسبلاي بس. هلا حد يحسب لنا هاي الحاله قديش لازم يطلع الفولتج معنا؟ قلنا الفولتج لازم يطلع معنا بالحاله هاي في افرج بيساوي 3 جذر 3 في ماكس. في ماكس لمين هاي؟ للفيز على باي كوساين الفا. كوساين الفا في الحاله هذه 1 لانها زيرو. في ماكس كانت 339 اظن مش هيك؟ اذا بنضرب 3 بجذر 3 ب 339 على باي. هي اخذنا المين، هلا بدنا ناخذ ديسبلاي. ديسبلاي راح نجيبه من هون من سينكس. هاي الديسبلاي. هذا الديسبلاي اسهل عاده، اذا انت بس بدك تقرا قراءه ما بدك تشوف ويف فورم، اسهل لك تحط هذا هون مباشره. هلا المين اظن لازم ادخل له، شايفين هاي مهمه، ليش هاي مهمه؟ 61. خلينا نحطها الاحسن، نحطها 1 على 50، او حتى اذا بدي اكون مضبوط لازم احطها 1 على 300، لانه الفريكونسي تبعت السيجنال اللي عم بقيسها ايش؟ 340. خلص هلا بنعمل رن. قديش الفاليو طلع معكم؟ 560.6. هي هون طلع لي 559. هي الفاليو عم تطلع هون حوالي 559. هلا لاحظوا هذا الفاليو راح يكون اعلى من اقل من البيك، مش هيك؟ اقل من البيك تبع البوك. يعني تتذكروا اذا طلعنا هون هاي كانت 100%. المشكله كل ما زدنا بلوكس وبروسيسنج بلوكس بصير ابطا، انه هذا بده حسابات، وهذا هون كمان بده هاي الاوسيلوسكوب بده يعمل سامبلينج على فريكونس على ال 1 مايكرو سكند. هلا ممكن ننزل احنا السامبلينج، ننزله بدل 1 اي تو ذا ماينس 6 انزله 1 اي تو ذا ماينس 5 واسرع العمليه شوي. خلينا نجربها نشوف برضه حتى انت تستفيد. راح ادخل هون وانزل السامبلينج بدل 1 مايكرو سكند راح اعملها 10 مايكرو سكند. خلينا نعمل رن جديد، المفروض السرعه تصير تتحسن. طيب هلا نطلع، اذا هون طلع معي 559، طلع معكم قديش؟ 560
متاكد هاي مضبوط كانت 339 مضبوط 339 بنطلع هلا هون على الويف فورم. هلا اذا بتطلع على هاي خليني اعمل زوم عليها. قديش القيمه هون العليا تبعتها اعلى من القيمه اللي انتم حسبتوها مضبوط، لانه الافرج لازم يكون ما بين القيمه هاي والقيمه هاي بس مش بالنص مضبوط، هي المعادله. فهاي القيمة اللي تحت مثلا إذا طلعنا هاي القيمة قديش هاي القيمة؟ هون هاي القيمة تقريبا 510 وهديك القيمة كانت اللي هون فوق حوالي 580 مش هيك؟ فالقيمة الأفرج احنا شو صارت جاية مثلا فوق الأفرج فولتج من هون، ولو قسمناها على اثنين قديش لازم تعطينا؟ لازم تعطينا تقريبا الكرنت اللي هون اللي هو حاطين قديش حاطين؟ خمسة ولا اثنين؟ قديش حاطين؟ ما وصل ستي ستيت، اوكي تمام مظبوط. هي هون تمام مظبوط، وصل حوالي 280 هون اللي هي نص الافرج فاليو، الافرج فاليو انت حسبته قديش كان؟ 260 يعني لا الكبير تبع الفولتج قديش؟ 593 لا لا الافرج تقسم 560 على 2 280 هاي 280 بنعمل زوم عليها 200 اقل شوي 280 لسه عم بوصل ستيت ستيت ما وصل النهائي القيمه النهائيه. طيب الشيء الاخير راح اعمله الان راح اغير ايش؟ الفارنج انجل. خلينا نحط الفارنج انجل الان 30 او خلينا نحطها 60 عشان ينزل له النص. قديش كوساين ال 60؟ إذا كوساين ال 60 نص قديش لازم تنزل الافرج فولتج لأي قيمة؟ لنص قيمتها اللي كانت موجودة أصلا، نعمل ران. فصرت أنا الآن أقدر أتحكم بالأوتبوت فولتج الدي سي عن طريق تغييري بس لفايرنج أنجل من هون. بس بغير فايرنج أنجل من هون. هلا بنشوف الأوتبوت فولتج كيف شكله كمان. تغير. والديسبلاي كمان تغير مش هيك؟ احسبوا هلا اضربوا الرقم هذاك باثنين صار نصه مش هيك؟ لانه ضربنا في كوساين النص اللي هو تقريبا 280 فولت. والكرنت راح ينزل كمان لنص القيمه تبعته. اذا اول شيء خلينا نطلع على شكل الويف فورم من هون، فاللي راح اعمله عالي جدا راح اخذ هذا من هون لهون. شايفين كيف شكله صار؟ يعني هون بطل يعمل الهاي صار ينزل وحتى نزل هون وصل اخر تقريبا زيرو رد ارتفع مره ثانيه، فالافرج تبعه نزل حوالي 280 هون تقريبا، وهذا نزل لنص ال 280 حوالي 140 بس لسه ما وصلش الستدي ستيت تبعته. خلينا ارد اصغر الانجل اخليها مثلا 15 حتى تشوفوا كيف بدايتها. بين مين ايش؟ الانجل ايش مالها؟ بين هاي اللي هي لو انا ما عملتش ديلي بتكون زيرو، لو بديت اعمل ديلي راح ابدا اخر الفايرنج من الار تقاطع الار مع التي. بتذكرين تقاطع الار مع التي؟ هي الار كان الار ذا موست بوزيتيف، بعدين الاس ذا موست بوزيتيف والتي صار ذا موست بوزيتيف مش هيك؟ وهون اذا مين في؟ تي مش هيك؟ هاي النقطة قبلها ما بقدر اعمل فايرنج للار، ليش؟ ليش ما بقدر اعمل فايرنج للار قبل النقطة هاي؟ لأنه الار مش مخول انه يعمل فايرنج، ليش؟ لأنه هو مش الموست بوزيتيف، مين الموست بوزيتيف كان؟ تي، لو حاولت اعمل له فايرنج ما راح يزبط. إذا أي ايش أبكر نقطة بقدر ابدا اعمل فايرنج فيها للار؟ 30 درجة عندها هاي هذه زيرو. إذا أخرت عنها الآر 15 درجة، مين راح مين انبسط وضل هو ذا موست بوزيتيف؟ تي مش لأنه هو ذا موست بوزيتيف بس لأنه آر ايش معمول له؟ تأخر. هي تي هون ضل 15 درجة، مبسوط لأنه ضل هو ذا موست بوزيتيف وهي ال 15 درجة. أوكي؟ فال 15 درجة هاي عملت لها ران؟ لا مش عامل. هلا على 15 درجة راح نشوف كيف انه تأخر عن الوضع الأصلي ب 15 درجة، فالتي ضل 15 درجة أكثر من وقته لأنه الآر مش ذا موست بوزيتيف، والآر راح يضل 15 درجة أكثر من وقته لأنه الإس مش ذا موست بوزيتيف لحد ما ينعمل فارق وهكذا. فأخرناهم. هلا أثر التأخير هذا أنه نزل الأفرج تبع الويف فورم. هي طلع كيف شكله فوق، شايف القطعة هاي؟ خلينا نعمل كمان زوم كمان. هي شايف القطعة هاي؟ هاي كان الأصل إنها تكون هيك آر. كان المفروض إنها تضلها بوزيتيف، هي تكون ذا موست بوزيتيف خلال الفترة هاي. بس هذا ما صار، ليش؟ لأني أخرت الفارق تبعها، مين ضلت هون؟ تي تي لحد هون، ف
فاجت الار بعدين نفس الشيء بالار مع الاس وبعدين الاس مع التي وهكذا. فهون هلا انا اللي بدلته بدلت قطعه عاليه ايش حطيت محلها؟ هاي القطعه راحت ايش اجى محلها؟ القطعه هاي مزبوط؟ يعني الاصل كان انه يكون عندي هاي القطعه هون ايش اجى محلها؟ قيمه اوطى منها، شو صار بالافرج؟ نزل اوكي ماشي واضح ليش نزل؟ احسبوا هلا كوساين ال 15 وضربوه في 560 540.9 هو 539 تقريبا.